السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الذكاء الاصطناعي وبديله بعض الجمل عند ميد جورني، تمام؟ بقول له ايميجنج واقول له تخيل لي مثلا سمارت سيتي، وطبعا انا عايزها سستينابيلتي، فهقول له جرين مثلا، تمام؟ وانت بتشوف ايه الكلمات اللي انت عايز تحطها. سمارت، اوكي، وتقول له انتر، تمام؟ هو بيبدأ يكون لك الصور. لما اخترع المسدس قال لك ان اصبح اي جبان يبقى شجاع دلوقتي، ولما اخترع الفيسبوك قال لك اي حد دلوقتي اصبح حكيم. دلوقتي بقى اي حد يبدأ يشتغل في موضوع التصميم، مجرد ان انت بتحط بعض الكلمات وهو يبدأ يصمم لك الحاجة اللي انت عايزها. طيب على ما هو يخترع هقول له ايه imagine، واقول له مثلا future city in moon، طيب هقول له اوكي in the moon، وابدا بقى يكون صور. اهو عمل لي سمارت سيتي وحط لها بشكل دوت. زي ما انت شايف تقدر تحط بعض الكلمات، وكل مرة حتى لو خدت نفس الكلمات بتاعت حد تاني هيعمل لك صور خاصة بيك، صور جديدة خالص. فيوتشر سيتي ان ذا مون بدأ يعملها 28%، نقدر نقول له مثلا اعمل لي كأن حد بيحاول ايه يضحك وبيكتب الضحكة في نفس الوقت. فبيعمل لك اربع صور اهو، لسه بيعملهم الرندر بتاعهم. بدأت تظهر معانا بالشكل دوت ولسه بيعمل لها رندر. ممكن نقول له imagine flower المون. عمل حاجة بشكل دوت ولسه بيعمل لها الرندر بتاعها. فمجرد بس تتخيل كده ممكن تاخد جملة من قصة رواية وهو يبدأ يرسمها لك وتصمم انت القصة بتاعتك زي ما انت عايز بالشكل دوت.